عودة على ملف قضية أوراق بنما اللي فيها توينسا بعد انتهاء المرافعات. انتهت المرافعات في القضية المعروفة باسم أوراق بنما، والتي كشفت عن عمليات تهرب ضريبي واسعة النطاق في عام 2016، على أن تصدر المحكمة حكمها في خلال 30 يوما. وقالت القاضية في ختام الجلسات أن المحكمة تستند إلى المهلة المنصوص عليها في القانون للبت في القضية، ومدتها 30 يوما مع إمكانية تمديدها في حال كانت القضايا كبيرة، حسب ما جاء في موقع فرانس 24. وطلب الادعاء عقوبة السجن القصوى في جريمة غسل الأموال، أي 12 عام من السجن في حق مؤسسي مكتب المحاماة موساك فونسيكا اللي تم إغلاق أبوابه. وتعود تفاصيل القضية إلى 3 أبريل 2016، حيث تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا، وهي مختصة في الخدمات القانونية. مقرها بنما شمل 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية. للإشارة فإنه القائمة هذه شملت رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن في العالم أجمع، وكذلك رجال أعمال ومحامين وشخصيات سياسية تونسية، يعني شخصيات سياسية تونسية معروفة. رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أفاد اليوم بأن هناك توجه واضح وصريح لتقويض استقلالية القضاء، وذلك من خلال المراسيم اللي أصدرها رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس آخر معين، وكذلك المرسوم 35 لسنة 2022 اللي يمكن الرئيس من تعيين القضاة. وأضاف الطريفي على هامش الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة أن هذا التوجه يترجم كذلك من خلال عزل القضاة وعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية إلى جانب المحاكمات السياسية لنشطاء سياسيين وصحفيين ومدونين تخترق فيها أبسط الإجراءات ويتم الدوس فيها على القانون. وشدد وفق تصريحه على أن هناك نية واضحة لتصفية المعارضين والسياسيين وكل نفس حر من خلال توظيف القضاء حسب قوله. وأكد الطريفي على أن القضاة اليوم يعملون تحت طائلة الخوف والرعب من أن يتم عزلهم أو محاكمتهم، لافتا إلى أنهم أصبحوا ينفذون ما تنحى إليه السلطة التنفيذية دون تلقي تعليمات. وشدد الطريفي على أن الوضع اليوم أصبح مخيف وخطير، خاصة وأنه يتم هدف أسس الديمقراطية وأسس دولة القانون من خلال توظيف القضاء وتركيعه للعمل تحت طائلة الخوف حسب تعبيره في تصريحاته اليوم. وزيرة العدل ليلى جفال أشرفت بمقر المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل على موكب تعليق الشارات والأوسمة لعدد من إطارات وأعوان المؤسسة السجنية والإصلاحية. كان ذلك بحضور رئيس وعدد من أعضاء ديوان وزيرة العدل ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وثلة من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة وعدد من الإطارات الجهوية والأمنية. بهذه المناسبة استهلت وزيرة العدل كلمتها بتوجيه أحر التهاني وأسمى عبارات الشكر والتقدير لكافة المنتسبين لسلك السجون والإصلاح، وترحمت على أرواح شهداء المؤسسة السجنية والأمنية والعسكرية اللي ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن راية الوطن وتصدياً للاعتداءات الإرهابية الغادرة. في هذا السياق جددت وزيرة العدل تأكيدها على الالتزام بالوفاء لهم جميعاً، وذكرت بما يلقوه من لدن رئيس الجمهورية من حرص
واهتمام لإلائهم المكانة الرفيعة اللي يستحقوها على درب بناء تونس واستبسالهم في حفظ أمن الوطن واستقراره. وتوقفت وزيرة العدل عند إذنه بتركيز مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. كما زاد أعربت السيدة الوزيرة عن بالغ حرصها على التفاعل الإيجابي مع كافة اهتمامات الإطارات والأعوان مهنيا واجتماعيا اعتبارا لخصوصية العمل بالفضاء السجني ولتيسير حسن أدائهم لواجبهم المهني بكل حرفية واقتدار. أشارت إلى ما يعترض المؤسسة السجنية من تحديات لضمان الأمن العام في بلادنا، مما يقتضي توفر الجاهزية والحس الأمني المعهود في التعامل مع مختلف الوضعيات حتى تبقى الوحدات آمنة وتساهم بشكل فعال وناجع في الحفاظ على الأمن العام للوطن وفي إطار تكامل العمل الأمني بين كافة أجهزة الدولة، رائدهم في ذلك حسن تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وخلصت وزيرة العدل إلى التأكيد على ضرورة مزيد بذل وتكثيف الجهود لحسن إدماج المودعين والإحاطة بهم والرفع من مستوى تشريكهم في البرامج الإصلاحية والتأهيلية وتيسير أعدادهم إلى مرحلة ما بعد الإفراج عنهم، وذلك تجسيدا لبرامج تطوير المنظومة السجنية والإصلاحية ومزيد الارتقاء بأدائها نحو الأفضل. أيضا الوزيرة اطلعت بالمناسبة على عديد الكؤوس والميداليات اللي أحرزتها مختلف النوادي الرياضية التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح إثر مشاركتها في عديد الدورات والمنافسات الرياضية في عديد الاختصاصات بمناسبة إحياء الذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي حسب بلاغ وزارة العدل. وكان يعني رئيس الجمهورية مؤخرا أشرف على موكب رسمي في قصر قرطاج، حضره أعضاء الحكومة، الوزراء المعنيين، حضرة مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية ولكافة قوات الأمن الداخلي. وكانت لرئيس الجمهورية كلمة، في هذه الكلمة أثنى على جهود القوات الأمنية التونسية وعلى العمل متاعهم واليقظة في مختلف المستويات على الحدود داخل البلاد لتأمين البلاد والعباد. ومن بين أبرز القرارات اللي كانت لرئيس الجمهورية في هذا المنحة وهذا السياق هي إنشاء مؤسسة فداء اللي هي تعد مؤسسة هامة ومهمة تحفظ حقوق الأمنيين والعسكريين.